مساطير ديال الشكايات. يعني تلقى واحد كيقول انا كنت كنعطي الرشيد الفايق 10000 درهم على البلان و10 درهم على الواد الحار 10 على المودو، ويجي الان امام المحكمه يقول انا ما عمري قلت هذا الشيء. فهذا كما قلت داخل الجلسه قمه المنكر، هو ان يحرر على شخصين تصريحات لا تتعلق به. اذا حنا كدفاع اطار الرساله النبيله اللي كنحملوا، لازلنا نؤمن جميعا بان رشيد الفايق هو شخص بريء، وكان على من يرغب في متابعته ان يقول بصوت عالي ان المطلوب هو الراس ديال رشيد الفايق وليست قضيه رشيد الفايق. ما كانش تراجع، لان التراجع هو ان يقول تصريحا امام الضابطه ويتراجع عليه امام المحكمه ويقول انا ذاك التصريح قلته عند البوليس. هذا قال انا ما قلتش عند البوليس، نعتبر ذلك تزوير، ان الشاهد الشهيد ما قالش انا كنتراجع على ما قلت، قال انا ذاك الهضره ما قلتهاش، وهذا هو الخطير. ومازال غنبينوا هذا الشيء للمحكمه. بالنسبه للتجريح، كان لواحد الشخص معين اللي كان عنده نزاع سابق مع السي رشيد الفايق، واللي عندنا حكم والقانون كيشفع لنا بانه ما يتستمعلوش المحكمه وتستبعد الشهاده ديالو. حاله صحيه مازال كما كانت، ان من الصعب ان الشخص اللي كان هو مسؤول داخل المدينه، الشخص اللي كان برلماني حصل 18000 صوت، اللي كان هو كما يسمى بمهندس التحالف داخل مدينه فاس، فيجد بين ليله وضحاها نفسه معتقلا من اجل افعال لا نعرفها. لان حتى الطريقه ديال 600 ورقه في الملف كيفيه الاستماع مازال اثناء اعتبار القضيه جاهزه، ستكون ان شاء الله مرافعه في المستوى. حنا عندنا اللي في جهدنا باش نبينوا للمحكمه اين كاين مكامن الخلل، ونتمناو باش يكون القضاء هو جهه محايده عن التفيه الى حين اعتبار القضيه جاهزه. علاش؟ لو لم تكن الشهاده الاداريه لما كانت هناك منطقه ولا الطيب. رئيس الجماعه كيعطي الرخصه للبني من بعد ما كتجي في الشهاده الاداريه. الشهاده الاداريه اللي كتعطيها هي السلطه. اذا ما يمكنش نقبطوا واحد الطرف من المحاكمه ونغيبوه، فالحلقه المفقوده هي السلطه، ما كايناش في هذا الملف بصفه نهائيه.